الله صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. الله يصبحكم بالخير جميع. وعرفنا اليوم يومك الموديل 2009، راح اخليكم مع باقي التصوير. الله تبارك الرحمن. طبعا الممشى 28,000، الوكالة الجفالي من مبيعات أرامكو. السيارة نفس السيارة اللي عرضتها قبل أسبوع تقريبا أو أسبوع ونص، مواصفاتها ومعروفة لنمك. طبعا غير كهرب، دعسة كلج، مكيفة، السيارة كلها على بلاد جديدة، السيارة ما جاها يعني لا تعب ولا شيء. راح أصور لكم داخلية، هذا الداخلية مكيفة، كفرجات الوكالة الجفالي. كتالوج الوكالة طبعا احجامها تجي 3000، اصغر من هذه 4000، ويجي 5000 منها. ممشى 28,200 و 71. هذا الجير الكهرب اللي اقول لكم كلاش.